على الهواء مباشرة نذهب الآن مشاهدينا الكرام لنتابع جانبا من جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن فإلى نيويورك. بالالتقاء بقيادة حركة أنصار الله في صنعاء، وهم أكدوا لي أن الحركة تريد نهاية لهذه الحرب وستتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى هذه الغاية. هذه الرسالة كررها قادة آخرون من أنصار الله عندما التقيت بهم، وأنا سعدت بهذا الموقف البناء. استمعت إلى مواقف مشابهة من قبل أطراف سياسية يمنية أخرى، وأنا ممتن لها على ذلك. لم أزر حتى الآن جنوب البلاد، ولكنني بدأت بالالتقاء بمجموعات من الجنوب. النزاع كما تعرفون أحدث تغيرات كبرى في الميدان، خاصة في المحافظات الجنوبية، وزاد من شكاوى ومعاناة الجنوبيين ومتطلعاتهم. لن يتحقق السلام في اليمن إذا لم نصغي إلى أصوات اليمنيين في الجنوب لكي نضمن إشراكهم في الترتيبات السياسية التي تسعى لوضع حد لهذه الحرب. سيدي الرئيس، وضع حدا للحرب لا يعني بناء للسلام، وهذه قاعدة تنسحب أيضا على اليمن. علينا أن نركز بالدرجة الأولى على وضع حدا للحرب، والأطراف المسؤولة هي الأطراف التي يمكن أن تتخذ قرارات من شأنها أن تضع حدا لهذه الحرب، وأنا توجهت إليهم بهذه الرسالة بالذات. ركزت على تسوية سياسية على أساس التفاوض من خلال حوار يمني جامع. هذا الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع اليمني والأزمة الإنسانية الجارية بشكل نهائي. ولهذا الغرض على كل الأطراف في النزاع أن يتخلوا عن الشروط المسبقة، وأن يمنحوا مكتبي وصولا من دون عوائق ومن دون شروط إلى كل الأطراف المعنية، وهذا ما أكده المجلس في آخر بيان رئاسي صدر عنه في أذار مارس من هذا العام. أما بناء السلام فهو مهمة طويلة الأمد، مهمة أكبر، مهمة لن تتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة. أشير هنا إلى الحوار الوطني بمستوى الشراكة رفيع المستوى وإشراك الأطراف المدنية، والذي سيشكل خطوة حاسمة. ومن المتوقع أن يتطرق جدول الأعمال الانتقالي إلى المصالحة، استعراض الدستور، إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسسات الدولة من أجل تحويل مؤسسات الدولة. ومن أجل نجاح ذلك لابد من إشراك كل أطراف المجتمع المدني لكي لا تقتصر العملية على جوانب السياسية، بل لكي تتطرق إلى كل تطلعات اليمنيين. سيدي الرئيس، أنتقل الآن إلى الأخبار السيئة. يقال أن الظلام غالبا ما يأتي قبل الفجر، وهذا ينسحب على الوضع في اليمن. وكما تعرفون تنامت وتيرة الحرب خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأنا أعبر عن قلقي نتيجة للصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، والمجلس قد أشار إلى هذا الموضوع سابقا. أشعر بالقلق كذلك نتيجة ازدياد حدة العمليات العسكرية في محافظة صعدة. تواصلت العمليات العسكرية في مناطق أخرى من اليمن، ما في ذلك في صنعاء، تعز، الجوف، المأرب، الحديدة، الحجة البيضاء ولحش. تواصلت الاشتباكات من دون أي تغيير يذكر في خطوط التماس، ولكنها اشتباكات تسببت بإصابات في صفوف المدنيين. نشير هنا إلى ورود معلومات غير مؤكدة على ازدياد حركة القوات في اليمن، مع إمكانية ازدياد وتيرة العمليات العسكرية في الحديدة. نحن نشعر بالقلق
من هذه التطورات لأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلام، وأنا مقتنع بأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحد من هذه التغيرات للحيلولة دون تأثيرها على هذا السبيل الذي نسير فيه من أجل تحقيق مصالح كل اليمنيين. الشعب في اليمن يطلب بوادر أمل على إمكانية نهاية هذه الحرب، وإلى جانب الاحتياجات الإنسانية التي سيتحدث عنها مارك خلال دقائق، أشير إلى تدابير أخرى مطلوبة لتعزيز هذا الأمل. على كل الأطراف بداية أن تتعاون من أجل إعادة فتح مطار صنعاء لكي نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية ونسمح لليمنيين بالانتقال والتحرك. نشدد كذلك على ضرورة اتخاذ ترتيبات لإطلاق سراح الأسرى من قبل الطرفين، والأطراف كلها أشارت إلى اهتمامها بهذا الموضوع، وأنا سعيد بذلك، وسنرفع إليكم آخر معلومات فور ورودها. نشعر كذلك بالقلق نتيجة حالات الاحتجاز من قبل كل الأطراف، ونحن نعرف من تجربتنا وخبرتنا أن احتجاز التعسفي وواسع النطاق للمدنيين في حالات النزاع المسلح يعد انتهاكا وعائقا أساسيا أمام إقامة مجتمع مستقر وأمام المصالحة الضرورية من أجل إحلال السلام. هذه مسائل مهمة من أجل بناء الثقة. أشير هنا كذلك إلى الجهود الدؤوبة والبطولية التي تبذلها المنظمات الإنسانية في اليمن بقيادة مارك وصديقتي العزيزة وزميلتي ليز جراندي. يدرك أعضاء هذا المجلس أهمية الاستراتيجية للاستقرار في اليمن. هذا الاستقرار الذي يعني الشعب اليمني يعني جيران اليمن والمجتمع الدولي بكامله، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال يمن مستقر بعد القضاء على أنشطة الإرهابيين وضمان أمن الممرات البحرية. ومن أجل تحقيق هذا الغرض لابد من التوفيق بين جهود الوساطة، أي جهودي أنا، والدبلوماسية، وهي جهود تطلعون بها أنتم. فالوساطة من دون دعم الدبلوماسية ستفشل في نهاية المطاف، ونحن سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق تقبل به كل الأطراف اليمنية. ولكن على أعضاء هذا المجلس والدول الأخرى أن تضمن الدعم الدولي لهذه الاتفاقات، ونحن نعول على وحدة صفكم وعلى عزمكم وتصميمكم. شكرا. أشكر السيد جريفيث على إحاطته الشاملة، وأعطي الكلمة الآن إلى السيد مارك لوكوك. شكرا سيدي الرئيس. لا يزال يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. 3/4 الناس، ما يزيد عن 22 مليون شخص، بحاجة ماسة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ما في ذلك 8.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. هذه الأزمة أزمة حادة تؤثر على العائلات والمؤسسات وعلى كل قطاع وجانب من حياة اليمنيين. يمكن أن تتحسن ظروف الشعب اليمني إذا ما اتخذنا إجراءات عاجلة وفورية، وهي إجراءات تشمل أيضا الإجراءات السياسية، وقد تحدث عنها المبعوث الخاص للتو. سيدي الرئيس، عززت الوكالات الإنسانية من مساعدتها ومن جهودها في اليمن، وتعد عملية الإغاثة في اليمن من أكثر العمليات تعقيدا. 190 شريكا معظمهم من اليمنيين يقدمون المساعدة لملايين الناس في آلاف المواقع كل شهر. العام الماضي نعود مشاهدينا الكرام من نيويورك، حيث يعقد الآن في هذه اللحظات مجلس الأمن هذه الجلسة التي تابعنا جانبا منها حول اليمن.